بس في مشروع نوعي سيبهرك يا جماعة. أعطوني أحمد سعود وهو يدشن القارب حقه. روح أحمد سعود. أحمد سعود هو يدشن القارب. الله، شوف المشروع قاعد يذاكر هو. لا هو يدشن القارب، عرفت؟ بس هو هذا تسويق ذكي، هناك إعلام ذكي، تسويق غير مباشر، عرفت؟ هو ما يبغى يقول هذا منتج حقي يبيعه في الحداق وما حداق. لا هو اللي مخترع القارب. اي هو يعني عرفت، ابداع ابداع. احمد سعود حياك الله. يا هلا والله. اي واحده طاي كاميرا طلع هذا اللي تبي بعد راسي بالسولف معنا الحين. انت في الريالتي يا احمد، يا مرحبا. احمد بتدشن قوارب ولا انت يعني كذا؟ لا حبي ما دشن قوارب، دشن سمك. سمك. احمد اول شيء الف الف مبروك على النجاح، هذا نجاح الليله. ما تسمعني؟ ما اسمع. طيب شغلوا السبيكر. احمد سعود اقول لك الف 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 مبروك على نجاح الليله البحرينيه والابداع اللي صار فيها، وانت من اشعل الفتيل وبدا الفكره الجميله، وانت اول شخص لازم نشكره في الفكره. الف شكر لك يا جميل. اول شيء اصبح عليك ابو شوق وعلى اخوي علي واخوي ياسر، والشكر لله سبحانه وتعالى اولا واخرا، ان كان من توفيق فهو من الله سبحانه وتعالى، والشكر موصول كذلك الى سيدي صاحب خلنا ما اقدر اقولها كذي، عيب 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 عيب، الى سيدي صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المفدى، وكذلك الشكر موصول الى رئيس الوزراء الموقر الامير سلمان، وكذلك الى ولي العهد الشيخ الامير خليفه، مسامحه الشيخ خليفه بن سلمان الخليفه، والامير ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد الخليفه، والشكر موصول الى من لبى هذه الدعوه الشيخ ناصر بن حمد الخليفه، اتحفنا والله واحرجني انا حقيقه قبل الشباب بحفاوة الترحيب والضيافة والتجهيزات الموجودة سواء من قبل الإدارة من أخوي أسعد ولا مهندس الصوت محمد السيد والطاقم الموجودين كلهم، والشيخ العريف يعني وبيارة، يعني ما أعرف شو أخلي وش أحط، وإذا قلت نسيت واحد أخاف أنه يزعل علي، فكل اللي اشتركوا في هالمشروع كله والله أشكرهم صراحة. يعطيك العافية أحمد. أحمد الله. توقعت الرد يكون سريع والحفاوة اللي حصلت والترتيبات اللي حصلت وفي الوقت الوجيز انه قناة تلفزيونية تنتقل بين يوم وليلة، يعني خلال 24 ساعة كان البث في الرياض ثم في البحرين ثم في الرياض؟ والله هو مو غريب على قناة بداية لانها ما شاء الله سباقة، اذا كانت قبل كانت باستطاعتها، واذكر كان في زد رصيدك كنا انها كانت تستطيع ان تبث من هني من مكان ومن مكان اخر في نفس الوقت، والان في 24 ساعه تعتبر قوه هائله ما شاء الله على القناه يعني، فابدا مو غريب على قناه بدايه هالامكانيات ومتاملين فيها اكثر واكثر. يعطيك العافيه. معك ياسر. ياسر سم يا اخو ياسر. هلا والله، صبحك الله بالخير حبيبي. صبحك الله بالنور. شكرا. خلاص قلت معك ياسر ما عندي شيء. لا بس ما شاء الله تبارك الرحمن، اول شيء ابارك لك مشروعك هالبهارات الجميله. اي نعم الله. وهلا هلا هاد لا اوصيك. ابشر ابشر، ما يحتاج وصلت يعني، ما يحتاج ابشر يعني، عطنا بهارات نجربها وكذا. هلا هلا يا تخفي، عاد رمضان على الابواب، رمضان على الابواب وكذا. علي اول شيء صبحك الله بالخير محمد او احمد عفوا، الف مبروك نجاح الليله بالامس والحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. واللهم لك الحمد، زانت البحرين بوجودكم وزانت شاشه بدايه بطله اصحاب السمو الشيخ ناصر محمد في شاشه بدايه، وابدا احنا اخوان واهل ورفاقه قبل لا نكون ويفرق بيننا اي شيء اخر، احنا اهل واخوان وانساب لا بين البحرين والسعوديه ولا السعوديه وقطر والسعوديه والامارات والسعوديه والكويت والسعوديه وعمان. اللهم لك الحمد، اخوتنا اقوى من كذا من اخوك. الف مبروك تدشين هالمنتج الجميل، اتمنى لك التوفيق. مثل هالاشياء اللي نفخر فيها واتمنى لك التوفيق في المنتج. عتبي عليك انك تاخرت 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 يا احمد، تمنيت لك من اول برنامج او في منتصف البرنامج عشان تقدر تسوق له ويكون تواجد على الشاشه اكثر من كذا، عشان ممكن الناس تتشبع وتعرف وش منتج احمد سعود. اللهم لك الحمد انك دشنته، وانت برضو فيها التواجد وفيها الحضور فيها التوهج اللي انت فيه في قناه بدايه. الله يسعدك يا علي. انا كان عندي رد والله بس بسيط. طبعا انا بدخولي البرنامج الى الان لا الحمد راسم كل شيء ومخطط له يعني بحذافيره. كون البهارات تاخرت هذه مو تاخير ابدا، هذه احترام لفقره الناضج. لان انا اذا حطيت البهارات في وسط فقره الناضج اكون يعني قللت من شانها، لانها كونها اول شيء
اخذت لها ركن ودفعت فلوس عشان الاعلانات وما ما قصروا معنا من اول برنامج. ما دخل ناضج ممكن توضح؟ انا في تعارض يصير لانه من صوبهم في بهارات يعني، فما يصير احط. كيف هم يبيعون بهارات في البرنامج؟ اي موجود لهم، خاص لهم يعني. اي موجود يطبخون فيه بس يبيعونه في البرنامج يسوون عنه اعلانات؟ لا مش بيع، اقصد ان انا حطيتها لان حتى ابو علي خبرني فما كانت حلوه. ان بالعكس يعني احمد، لو يعني هو الموضوع فات لكن احنا ما نبغى نناقشك، لكن بالعكس لو تعاونت مثلا مع الناضج وعرضت شغلك عليهم واعلنت ممكن يصير اول عقد لك. هو عادي وفي متسابقين دشن، عبد المجيد دشن قهوته أتذكر. وسعود دشن البهارات، شوف مع وجود بهارات. هذا شيء بسيط. الشاهد ما نبغى نتناقش في الموضوع كثير، لكن انا بودي اقول لك الف 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 مبروك هالتدشين. الله يسعدك. واسال الله عز وجل ان يرزقك من واسع فضله. امين امين. واتمنى انك تستهدف السوق السعودي مع السوق البحريني ايضا. الله ما امين. وراح تكون ان شاء الله من اوائل المتسابقين اللي يبدون بدولتين، تصير على طول خليجي ما شاء الله مباشره باذن الله. والف بإذن الله. الف 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 مبروك نجاح الليله البحرينيه وهالتدشين للبهارات. الله يسعدك بشوق. بس تعقيب بسيط اخر شيء. سم الله عدوك. انا بس على طاري قلت البهارات، صدق يعني انا تابعت ترى عبد المجيد من قبل طار القهوه، عرفت المشاكل اللي صارت كذاك يعني. طار البهارات ما قدرت اقدمها من اول شيء، وكانت موجوده كنا نطبخ فيها مع الشباب، ساعات نعرض لها وساعات انه ما ابي انحرج كعتاب من الاداره وهذه، لان كلمني ابو علي قبل. فابدا تاخيرها ما كان تاخير يعني، هذه كان مخطط له من قبل، والحمد لله ان نختمها ان الجمهور الان عرف، جمهور بدايه واللي قاعد يتابعونا كلهم وحتى انتم الان عرف ان في شيء مثلا حق بصلوح حبيبي. طيب بس بسالك سؤال عشان ننجز هذا الموضوع قبل لا اختم. انت في حساباتك في موقع التواصل في كل البيانات صح؟ في موجوده. نعم كامل. طيب شاكر لك يا احمد حبيبي. شكرا. والشكر ايضا موصول للشيخ ناصر الله يسعدك بن حمد على الاستضافه الجميله والحضور والتواضع اللي شفناه امس. نعم شكرا. وعلى الحفاوه اللي كانت لوفد قناه بدايه، وعلى نقل برنامج حياتك على قناه بدايه وعلى قناه البحرين. الف شكر للجميع.